السلام عليكم. حضر وزير الشباب والرياضة سيد عبد الحق سبقاق الأشغال نتاع ملعب عنابة، ووقف على المشاكل اللي راهي تعيق يعني تقدم الأشغال، حيث أنه حث على مضاعفة الجهود لإتمام المشروع هذا في أجاله، وكذلك على إتمام المشروع نتاع الملعب الثاني تاع العقيد شابو اللي ما يبعدش كثير عن الملعب هذا تاع 19 ماي. إذا فيه نص حث على استكمال الأشغال و يعني التسريع من الوتيرة نتاع الأشغال هذه. والسلام عليكم.